الدكتورة إيلان محمد عبد الحق وكيل محافظة تعز رئيس اللجنة الطبية لجرحى تعز. شكلت هذه اللجنة من دولة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، وذلك لمعالجة والرفع بتقارير حول جرحى محافظة مدينة تعز جرحى الحرب. وقد خطت هذه اللجنة في المدة السابقة خطوات مهمة، وهي عبارة عن أهم في هذه الخطوات هو رفع تقارير من جرحى تعز العالقين في الخارج، وخاصة في جمهورية مصر العربية وفي الهند أيضا. وشكلت هناك لجان ورفعت تقارير عن عدد أعداد الجرحى وعن حالاتهم واحتياجاتهم للعلاج، وأقرت المبالغ المالية المخاصة بعلاجهم وأيضا بسكنهم وتغذيتهم لفترة قادمة تصل إلى 4 أشهر. كما قامت اللجنة اللجنة الطبية بتشكيل لجنة فنية من 6 استشاريين قاموا بالنظر في الجرحى، وهناك الآن لدينا قاعدة بيانات رسمية معتمدة موثقة من اللجنة الفنية للجرحى في تعز. وهناك وأيضا تم الإعداد لسفر دفعة مستعجلة سيتم سفرها في الأسابيع القادمة بحدود 30 جريح أغلبهم مرضى عيون، وهناك عمل دؤوب. وهنا نشكر الجميع وندعو من الجميع مساندة اللجنة الطبية والوقوف مع اللجنة الطبية لصالح جرحى تعز، هذه المحافظة المنكوبة التي يصل عدد الجرحى فيها حسب السجلات إلى 21,000 جريح، و6,000 جريح منهم في حالة احتياج دائم للعلاج. طبعا نحن هنا نعمل بتوفيق من الله سبحانه وتعالى ودعم حكومة الشرعية ودعم قيادة الجيش الوطنية المعنية أولا وأخيرا بجرحى الحرب، ونحن نعمل معهم وبيد واحدة وبمساندتهم، ونتمنى دعمهم لنا أكثر وأكثر، حيث أن محافظة تعز هي الأكثر تضررا والأكثر عدد في الجرحى، ونشكرهم على دعمهم، ونتمنى دعم القيادات في الجيش الوطني، نتمنى دعمهم للجرحى أكثر، ونحن ثقة بدعمهم دائما وأبدا.